متابعي قناة بيستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. مسلسل أهوى الناس الذي دعا صيته في كل بيت ولاقى نجاحا واسعا في هذا الشهر الفضيل، والأغلب منكم شاهد القصة الأولى هكذا يا ليام. ومغني الراب ديدن كانونساز كان أحد أبطال هذه القصة، وانتهت هذه القصة بموت ديدن على يد الممثل ناصر سوداني. الغريب في الأمر أن هذا الممثل اختلط له التمثيل بالواقع، حيث أن الشرطة أوقفته كما هو موضح في هذه الصور. وبالطبع أنتم تتساءلون عن السبب، والمخرج الممثل عماد بن شني يعطيكم تفاصيل هذه القصة. وللعلم فإن الممثل ناصر سوداني هو أحد أبطال مسلسل بابور اللوح. أكثر قصة؟ قتل ديدين كلاش صاحبي، أكثر قصة. خوتي أقسم بالله لا قتل ديدين كلاش ناصر سوداني، ها هو أنا معايا وراح نعيط لابوليس دور وقتو تسويلي يجي يلقوا القبض عليه. والله لا غيحطني، نقسم لك بالله لا غيحطني باسكو عييته. أقسم بالله لا عيط لابوليس، أقسم لك قتل ديدين كلاش. علاه قتل ديدين كلاش؟ علاه؟ علاه قتل ديدين كلاش؟ على تدي كلاش؟ على عمي الشرطي قتل ديدين كلاش؟ والله هو قتله، هو قتله، هو قتله. لكل معجبي قناة بيست أرجو أن تدعمونا بالنشر والتعليق والإعجاب. بدو الحبس تقتل ديدين كلاش؟ أنا قتلته هو ثاني بوضي يا فقعها ولا قتل ديدين كلاش والله غير دخلت الحبس، أقسم بالله غير دخلت الحبس. دخله 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 أدخل. وفي الأخير نستنتج أن هذا مجرد مقلب من صديق الممثل عماد بن شني. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.